اليوم انك جيتك واحد على مدير قدر الله انه اخطا نادي كل الناس تخطئ. قلت يا فلان ترى عملتك خطأ، طبعا ما هو قدام الناس تاخذ الحال بينك وبينه، يعني بينك وبينه، اما قدام الناس هذا طعمرك عاد غالبا ما هي زينه، الا يصير تعرف خويك وتبخص انه بيتقبله، هذا شيء ثاني، لكن غالبا بعض الناس ما يقبله. تلقاه يقلب عليك وش يقول؟ ابن الحلال انت شوف نفسك الحين، انت راعي روحك وسنع نفسك وسو كذا وسو كذا. يا مرة الموضوع ما هو بل انتبه يا رجل، انا جايك والله بينصحك، والله نبي لك الخير. قال ايه بس شوف انت شوف نفسك الحين، سنع حياتك، انت اكل حاجه ما سويته وكل يوم متخانز مع فلان. يا مرة تقول ليتي ما حكيت ام حلال بلي هالسالفه كلها، شو يسوي شخصنا معك؟ لانه هو يشوف انه يوم مسكت انت بما انك نصحته، نظرته هو طبعا نظرتك انت جاي من باب محبه وحب، فمن باب محبه ما ودي ان الناس تمسك عليك هذا الخطا، اعلمك عشان تصححه. هو شافها انك جاي انك تني انك اعلامني، يعني انت افهمني، يعني انك انت عرفني بهالحاجه، فتقاوي شخصنا معك يحاول يحطبك من العذريب اللي ما تقول امين، علشان يحسس نفسه انه اعلى منك. بك وبك 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 عشان بس يرفع نفسه بنظره هو، طبعا هو ينزل نفسه. أيوة. على بالعكس والله يصير بس فلسفني. قد صار لي موقف على هذا الشيء، كتبت فيها ابيات بس والله ما ادري بذكرها كامله ولا رجالا في نظري، يعني ان الخوه اذا شفت خويك على خطا تنصح، ولكن نصيحه بينك وبينه هذا حق، خصوصا الاخطاء الكبيره. كلنا نخطي اخطاء عاديه وروحه وجيه، ولكن خطا مثلا في اعتقاد، في دين، في لازم انا لو خويي قصر في لازم من لوازم الرجال حاولت اني اسد مكانه. فكيف عاد خطا مثلا حسيته في دين ولا في غيره، حاولت اني اقدم له النصيحه، فارسل له الرساله هذه اللي على الخاص. طبعا ارسلت الرساله على الخاص وهو عاقل، ولو فرضا ان كان اسلوبي فيها مثلا في شوي يمكن غلاظه، انت عاقل وتعرف انه ما ارسلها لك على الخاص يبي اساءه، لو انه يبي يسيء راح يتكلم قدام الناس. المهم الرجال هذا تغير بعد رفيقي الاول مره، فانا عندي طبع لا شفت رفيقي تغير اجي صارح، يمكن في نفسه شايل من امر الله. يمكن، فانا اجي قلت يا ولد صاير شيء كانك متغير، مخطين عليك في شيء ولا؟ قال يوم انك تقول النصيحه الفلانيه وانا ومدري ايش وهذا، لو انه ابوي ما قبلتها وكذا او ذا اي نعم، لكنه والله انه طيب وطيب راس، سبحان الله نوب الواحد ليس شاط اي، فدريت ان النصيحه ما بالكل يتقبلها، حتى لو انها على الخاص ولو انها بينك وبينه موده ومحبه ما تقبلها. ارسلت له، اذكرني ارسلته قبل، يا رفيقي تسن نفسك علينا شاينه، وانت غالي وانحرصنا عليك من غلاك، قدرك بوجهي ودمي وروحي صاينه، حافظه لو من دونه ملايكة الهلاك، ما ندور للمصالح بروس اللاينة، المصالح والمنافع ما تسوى ثراك. روحت والله اني نسيتها، مبطية السالفة ذي مبطية والقصيدة مبطية، ولكني مدحته واثنيت عليه، واني والله من حرص ومحبة على عليك قدمت النصيحة هذه. فوش رايكم انتم من ناحية اللي ما يتقبل النصيحة خير شر؟ ترى لها مارية، اللي يبي يسيء لك تلقاه ينصحك قدام الناس، هو صادق. ترى في بعض النصائح تزعل، بعضهم أصلا يقدمها إساءة لكن مغلفة بالنصيحة. إيه يبي يوضح إنه أفهمنا. أيوة هذا فينا أخطيت، لكن اللي يرسل لك على الخاص إن قبلتها فيها طيب رأسك، وما قبلتها خلها تولي، ولكن لا تزعل على رفيقك ولا تغيرك عليه. صحيح، لو إنك تعززه لو تلقاه مستأنس هو على خطأ. مسكين هذا بليس، هذا ما هو خويه، هالخوي اللي يصر ما ينفع خويه ولا لا والله، بس اخوته نوب الواحد يخطي شوي، ولا ان شاء الله فيهم خير فيهم خير، ولكن احيانا في مواقف نوب الواحد يخطي.